السلام عليكم، ازيكم؟ مرحب بكم اصدقائي المتابعين. سؤال جديد لاحد الحالات بتقول انا سناني صغيره، هل اقدر اركب؟ وهنا انا مش عارف يا ترى حضرتك تقصدي تعمل تقويم، اركب تقويم الاسنان ولا اركب تركيبات ثابته للاسنان؟ على العموم انا هجاوبك على النقطتين، بس خليني اقول لحضرتك في البدايه ايه اللي يعني المشكله ان حضرتك عندك اسنان صغيره؟ انا كمان عندي اسنان صغيره اهو. بس السؤال مش كده، يا ترى الأسنان الصغيرة دي متناسقة مع بعضها ومتناسقة مع الوجه ولا لأ؟ مهم جدا، لأن احنا لما بنيجي نعمل التشخيص بتاعنا، وده مهم جدا، عشان كده بأكد دايما في كل فيديوهاتي ضروري اختيار دكتور بروفيشنال يكون أخصائي أو استشاري. بلاش أبدا المغامرة مع أي دكتور، فعلا ممكن تكون النتيجة كارثة، لأن أهم حاجة بيملكها الدكتور المتخصص هو التشخيص ثم إقرار خطة العلاج والخطوات. نيجي للتشخيص، وهنا النقطة اللي أنا بكلم حضرتك عنها، يا ترى الأسنان الصغيرة دي هل هي متناسقة مع بعضها، مع جيرانها يعني، ومع الأسنان المقابلة ليها، ومع الابتسامة بتاعتنا، ومع الوجه ولا لأ؟ هو ده السؤال. وهنا أنا هرد على حضرتك في سياقين، يا ترى يا دكتور أقدر أركب لو عندي أسنان صغيرة، أركب تقويم ولا أعمل تركيبات؟ هرد عليكي، بس برضو مهم جدا نركز مع بعض عشان نفهم الفرق بين الاتنين. وقبل ما نشرح التفاصيل دي بسرعة يلا نعمل لايك للفيديو، يهمني جدا دعمكم عشان نستمر ونقدم محتوى أفضل. ونروح مع بعض، خلينا كده ندردش مع بعض في أكتر من نقطة. لو فرضنا مثلا إن أنا عندي أسناني صغيرة لكن متناسقة مع الوجه، وفي نفس الوقت فيها مسافات، فيها يعني بروز بالشكل ده، وفيها مسافات بين الأسنان بالشكل ده، فهيكون ضروري إن احنا نقفل المسافات دي، فساعتها يكون الأفضل إن احنا نعمل تقويم، لأن أنا عندي بروز بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وعندي مسافات، فلا هصلح البروز وهصلح المسافات اللي موجودة، وأقدر إن أنا أعمل غلق للمسافات دي وأعمل تقويم الأسنان. لكن لو فرضنا إن أنا أسناني صغيرة، عندي مسافات، لكن علاقات الأسنان الأمامية ممتازة بالشكل ده، لكن لازال برضو عندي مسافات، ساعتها يا ترى هعمل ايه؟ ساعتها هيكون التركيب هو الافضل، سواء تركيب الكومبوزيت فينير الحشوات التجميليه، او البورسلين فينير العدسات التجميليه، ومنها انواع كتير جدا، فساعتها هيكون ده القرار الافضل. فالمهم مش ان الاسنان صغيره او كبيره، مش المهم مثلا حضرتك او حضرتك تكوني طويله او تكوني قصيره، المهم انك تبقى جميل وتبقى متناسق، وده الاهم. المهم ان الاسنان دي تكون متناسقه مع الفك، وتكون متناسقه مع الابتسامه ومع الوجه. بس كده اتمنى ان كده اكون وضحت الاجابه على سؤال حضرتك. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله دايما نشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك والشير. يلا سلام عليكم، باي باي.